موضوعنا اليوم عن كيفية تسعير المنتج. انت بشكل عام لما تبلش المطعم او تبلش فكرة المطعم، قبل ما تحاول ان انت توضح فكرتك او ان انت تسعر المنتج مالك او تشوف دراستك المالية شلون صايرة، لازم تقرر المنتج مالك هل هو حساسيته في التسعير. يعني هل اذا انت بتفتح مطعم شاورما، بتفتح مطعم وجبات سريعة، فلازم يكون تسعير المنتج على حسب التكلفة، ويكون الشيء الاساسي في التسعير هو حساسية السعر. ولكن اذا بتفتح مطعم في مول، بتفتح مطعم في قعدة، لازم السعر يختلف. ما يصير ان انت مثلا تروح تبي تشتري شاورما تكون نفس سعر مطعم البرجر اللي يكون في قعدة او يكون في مول او يكون في ويتر يكلمك. فدائما لما انت قبل ما تسعر المنتج لازم تفكر هل الفكرة الاساسية مالتك هي حساسية للتسعير او ان هي فكرة لتنفيذ مطعم قعدة.